تقريبا ربع عرفنا من خلال التقرير بشكل عام عن فوائد التمر والقيمة الغذائية، بس هلا إذا بدنا نحكي بالتفصيل وبشكل أوفى، احكي لنا شو الفيتامينات الموجودة في التمر بالبداية. هلا الحلو بالتمر إنه فيه نسبة فيتامينات ومعادن كتير عالية. من أهم الفيتامينات الموجودة فيه عنا فيتامين B1 وB2 زي ما حكيت بالتقرير. هدول عادة الفيتامينات نستخدمهم إحنا بالجسم أو يستخدموا بالجسم لإنتاج الطاقة. يعني كتير منركز مثلا إنه يكون في غذائنا منوع، لما ناخذ النشويات نحصل على كمان غذاء فيه فيتامينات مناسبه لانتاج الطاقه. هذول الفيتامينات موجودين. في عندنا كمان فيتامين A موجود بنسبة يعني مناسبة كمان بالتمر. هلا فيتامين A له كتير وظائف بالجسم، من أهمها مثلا هو كتير مفيد للبشرة، للكولاجين، طبقة الكولاجين موجودة في البشرة. ففيتامين A كمان كتير مهمة لإنتاج الحيوانات المنوية، وبرضه مثلا التكاثر هذا كتير له دور كتير كبير. فيتامين A غير حكينا للبشرة وللشعر كمان أظن، يعني بدخل بكل إشي من تكوين الخلايا الجديدة، فهذا كتير له دور، فممكن نحصل عليه اللي هو موجود بالتمر. فهاي بالنسبة للفيتامينات. في عنا كمان فيتامين سي موجود كمان بنسبة جيدة بالتمر، بس هو أكتر بالتمر اللي مش ناضج أو مثل زي الرطب. تعرف قبل هلا في مراحل للتمر في النضوج. أول إشي بيكون تمر مثلا أخضر، بعدين بيصير عنا مر شوي أكيد، لأنه ما بيكون فيه ما مش متحولة كل السكريات. كل ما نضج كل ما زادت نسبة السكريات فيه. بعدين بيصير عنا إشي اسمه خلال، بعدين بيصير عنا الإشي اسمه الرطب، بعدين بيصير عنا التمر بأنواعه المختلفة. فكل ما أخذنا، ممكن إذا أخذنا الرطب أكثر من التمر، أنت عم تحصلي على فيتامين سي أكثر. هلا فيتامين سي كتير مهم، مثلا بيساعد على امتصاص الحديد في الأغذية. كتير مهم فيتامين سي كمان برضو للبشرة، كتير مهم لتكوين كريات الدم الحمراء وللدم. ففيتامين سي كمان ممكن ناخده بالتمر، ولكن إذا حابين ناخده بكميات أكثر ممكن ناخده على شكل التمر اللي لسه مش واصل لدرجة الجفاف اللي كتير كبير، زي التمر اللي احنا بناخده بيكون جافف. ناخده على شكل رطب او غيرها. ممتاز. يعني هلا في B1 B2 وفيتامين A وفيتامين C او فيتامين C، يعني هاي اهم الفيتامينات. هاي اهم الفيتامينات الموجودة بالتمر واللي احنا بنقدر ناخده ونستفيد منه. يعني ممكن بما انه فيه سكريات مع الفيتامينات الموجودة لإنتاج الطاقة، فيعتبر مصدر مهم. يعني نقدر نحكي مصدر من الأغذية الثانية، جزء ممكن يزود الصائم بالطاقة اللازمة عشان يقدر يكمل. يعني بعد وجبة الإفطار عم بياخد الطاقة اللازمة، لأنه إحنا كتير منركز خلال وجبة الإفطار وما بعد الإفطار إنه نحاول نوصل للسعرات الحرارية المناسبة. ما يكون أقل، لأنه في ناس كتير مثلا بتلاقيهم بنزل وزنهم خلال شهر رمضان الكريم، لأنه بكون مش قادرين يتعودوا على النظام إنه يرجعوا يأكلوا بالليل. ولكن بالتدريج إحنا بنقدر ناكل بشكل طبيعي، بنقدر ننحف بشهر رمضان إذا حابين إحنا ننحف، نقدر ننصح إذا حابين، يعني الأشخاص اللي حابين ينصحوا أو حابين ينحفوا أو يحافظوا على وزنهم الثابت بتناول وجبات صحيحة والكميات المناسبة. هلا الناس بفكروا إنه قد ما عم نحكي عن الفيتامينات وفوائد التمر بصيروا يأكلوا قد عدد حبات كبير من كثير من التمر، فأكيد إلها عدد معين من الحبات، يعني مش لازم نتجاوزها. مزبوط، لأنه بيحتوي على سكر زي ما قلتي، والسكر أكيد هو عبارة عن طاقة حرارية أو سعرات حرارية. بالضبط. هلا كثير مهم إنه نركز على التمر. يعني أنا حكيت 100 جرام من التمر 240 سعرة حرارية، 100 جرام بيجي تقريبا 10 حبات. هلا كتير 10 حبات ناكلهم باليوم. مزبوط. إذا هلا عادة إحنا بنبدلها بدل الحصص الغذائية من الفواكه، 3 حبات تمر يعادل حبة فواكه من ناحية السعرات الحرارية فقط. الحصص الغذائية يعني بإيش بنبدلها، بأي مجموعة؟ بس بتعادلها بإيش، بالسعرات الحرارية ولا بالقيمة الغذائية؟ بالقيمة الغذائية والسعرات، يعني 3 حبات قد حبة فواكه تقريبا تعطيك نفس السعرات. بس بحس التمر كمان له كتير فوائد أكثر من الفواكه الثانية، هيك أنا بعتقد. هلا كل نوع من الفواكه له ميزات، له ميزات، ما بنقدر نحكي هذا أحسن من هذا. بس خلال شهر رمضان الكريم بكثر تناول التمر. مزبوط. وهو غذاء طبعا كان موجود بالصحراء، وبالنسبة للغذاء كان موجود بالصحراء على أيام العرب زمان، يعتبر غذاء مناسب. مزبوط. بعطيكي نسبة من المعادن والفيتامينات والطاقة اللي بتساعدك بمشوارك مثلا أو خلال الترحال اللي كان يصير زمان أكيد. والغريب والحلو أنه ما بيعطش. طب نحكي أكثر عن المعادن الموجودة بالتمر ربا، أهمية التمر من ناحية المعادن الموجودة فيه. شو المعادن؟ هلأ من أهم المعادن الموجودة بالتمر، أنا حكيت كمان بالتقرير أنه في معدن السيلينيوم. السيلينيوم هو يعتبر مادة مضادة للأكسدة اللي ممكن تحمي من أنواع السرطانات. فيه كمان كالسيوم
وفيه كمان نسبة من الحديد، فيعتبر مناسب للأشخاص اللي عندهم فقر دم أو الأشخاص اللي حابين ياخدوا الكالسيوم من المصادر الغير حيوانية، فيعتبر التمر فيه نسبة يعني بنقدر نحكي مش بطالة من الكالسيوم والحديد موجودة فيها، فهذا كتير منيح. زي ما قلت في أنواع كتير للتمر، بس أنت تقريبا نقيتي لنا 6 لليوم. تحكي لنا أكثر عن كل نوع، شو الفرق بيناتهم؟ وزي ما قلتي في مراحل للتمر حتى يتكون، في رطب وفي خلال ورطب واخر شيء بيصير تمر. باخر شيء بيصير تمر نتيجه عمليه نضجه. طبعا كل ما كان التمر اخذناه مش ناضج، مش متواصل لمرحله التمر، كل ما كان في اقل سكريات. اوكي، بس برضو انواع التمر حكيت قبل فيه يمكن تقريبا 100 نوع من التمر. اكثر شيء موجود عندنا هدول. في انواع ثانيه كمان، مثلا في عندنا هذا التمر اسمه الدجله. هلا هدول التمور عادة اللي هي لونها زي أبيض أو هذا. أصفر اللي هو هذا، هدول بكونوا شوي نسبة السكريات أقل من تانية، فممكن لمريض السكري اللي حابب شوي يحافظ على نسبة السكر ممكن يأخذ التمر الدجلة، بس بتلاحظي إنه بتكون شوي جاف هذا وبكون مطاول، هذا اسمه الدجلة. في عنا التمر الثاني اللي هو بنسميه السكري. طب كمان هذا نوع تمر شوي بكون فيه نسبة رطوبة أكثر من الدجلة، برضو نسبة السكر شوي أقل من أنواع، يعني هدول التمور شوي غيرها اللي بتحسي فيها شوي جاف وما فيها كتير مي، فنسبة السكر شوي أقل وما فيها كتير مي، وقلتي فيها رطوبة أكثر، رطوبة بترطب يعني رطوبتها، يعني هذا هلا فيه رطوبة أكثر من هذا. أوكي. نسبة مي أو سوائل، فهذا يعني مناسب مثلا للأشخاص، يعني لكل ما كان فيه تحسيت أطرى كل ما كان نسبة السكر أكثر. أنا كل ما كان أكثر كل ما كان أطرى، يعني مثلا في عنا هذا اسمه المجول. أوكي. هلا هذا يعتبر من أنواع التمر الغالية جدا والزاكية كتير. هلا هذا كتير طري وحبك، هذا الجنبه حبة الكبيرة، وهذا طعمه كتير زاكي وبتحسيه طري كتير هيك. طبعا أنا بحب التمر الطري. هذا هلا ثلاث حبات من التمر ما رح تأثر كتير، بس إحنا مرات إذا مريض عندك سكري كتير بخبص بالأكل، ومثلا ما من النوع، في أشخاص مثلا تلاقي العيلة كلها بتحاول إنه يعني تزود له كل الأكل بس عشان إنه يلتزم، ما بيلتزم، فممكن نحاول نشتري له أنواع تمور شوي فيها أقل سكر. وما انه عم تحكي عن مرضى السكري بيصير ياخذوا فعلا تمور، بانه احنا بنعرف انه فيها سعرات حراريه عاليه وسكر كثير، بيقدر ياخذ التمر لانه برضه فيه مواد غذائيه كثير مهمه وفيه معادن وفيتامينات. هلا الحلو بالتمر انه في عندنا كمان الياف ذائبه وفي نسبه من الالياف الغير ذائبه. أوكي. الالياف الذائبه هاي بتساعد على الحفاظ على نسبه السكر في الدم، بس انه يتناول الكميه الصحيحه، يعني احنا حكينا حبه فواكه ثلاث حبات تمر نلتزم بهالكميه، بس مش ياكل 10 او 11 حبه غير انواع السكريات الثانية. هذا مركز عليه. إذا عندنا مريض بالبيت بيخبص وحابين ندربهن عليه ممكن نختار أنواع التمر اللي ما فيها نسبة سكر عالية. أوكي. في عنا عجوة المدينة، هذا كمان شوي أصغر، هذا كتير زاكي كمان، برضو من التمور شوي نسبة السكر أقل. هلا اللي بيعطي لون التمر الأسود في عنا مادة التانينز الموجودة بالتمر، هي كمان لها دور بأنها تعطي لون الغامق للتمر مع نسبة البروتينات القليلة، بروتين بتفاعل مع السكر بنسميه إحنا ميلرد رياكشن، هو اللي بيساعد إنه يعطي هذا اللون الغامق للتمر خلال عملية نضوج التمر. مش هذا الاشي كمان بيعمل بيكون مضاد للأكسدة بالشاي؟ مواد مضاد تانينز، فهذا الاشي كتير مفيد لمرضى السرطان. هي مواد مضادة للأكسدة، تانينز منيحة طبعا بس مش بكميات كتير كبيرة، لأنه بالشاي مثلا لما احنا هذا ممكن تساعد على انها تقلل من امتصاص بعض المعادن، بس هو موجود بكميات قليلة جدا وممكن يساعد على تكوين اللون الموجود بالتمر. أوكي. في عنا هذا تمر اسمه كالا. هلا هذا التمر بيميزه بدون بذر، فأي حدا مش حابب يأكل تمر ببذر فممكن تمور كالا، هاي تعتبر موجودة بدون بذر. وعندنا حكيت هذا عنه المجول اللي هو من أغلى وأرقى أنواع التمور وأسكاها وأطيبها، وكلهم موجودين طبعا في الأردن موجودين وفي الوطن العربي مزبوط. موجودين هلا هذا عجوة المدينة بذور أظن موجود من السعودية نزرع، هلا كل هاي مزروعة عندنا بالأردن. إحنا عندنا مناطق بزرعوا تمور كتير كبيرة حتى بتصدر لبرا. حلو. فيعني عم نعتبر من البلاد شوي اللي عم تهتم بالتمور بتصدرها. في عنا كمان هون تمر اسمه الصقعي، برضو يعتبر زي السكري من ناحية نسبة السكريات اللي هي بتكون شوي سكريات أقل شوي من المجهول.
فممكن كمان مريض السكري يتناولها، وبالتالي بيعتمد على الرغبة. هلا احنا لانه بنستخدم التمور كمان بالكيكات بتعرفي كيف احنا مزبوط. بالعجوة. هلا اذا بدنا نشتري تمر لنستخدمه لكيك، يفضل مثلا حرام انه نشتري الانواع الغالية عشان نعملها لهي الاشياء، ممكن نختار التمور شوي ارخص ونستخدمها للاشياء الحلويات اللي بالبيت. طب ربما حكينا عن مرضى السكري، مرضى الكلى ممكن ياخذوا التمور كمان، واذا واحد حب يخفف وزنه بشهر رمضان كمان ممكن ياخذ تمر ولا لا؟ اوكي، هلا مريض الكلى بما انه في عندنا بالتمور بوتاسيوم، نسبه عاليه من البوتاسيوم حسب حالته الصحيه. مريض الكلى في مرات انه بنضطر نتيجه الفشل الكلوي او غسيل الكلى بضطر المريض بقول له قلل من البوتاسيوم، فاذا قال له الطبيب انه لازم تقلل من البوتاسيوم بده يقلل من التمر. أوكي. اما اذا كان مريض كلى التهاب كلى بسيط او كذا وما كان مطلوب منه يقلل من البوتاسيوم، بيقدر ياكل التمر زي اي شخص او مريض ثاني. اوكي، واخر شيء كمان قبل ما ننهي معك، كيف ممكن نخزن التمر؟ هلا كثير مهم تخزين التمر. هلا اذا حطيناه بالثلاجه بدنا نعرف انه احنا في عندنا انزيمات بالتمر، وهي الانزيمات هي المسؤوله عن نضجه. عاده هاي الانزيمات بتحب الحراره ما بين مثلا 25 30 ل 40 هذا، فاذا انت حابه التمر ينضج بسرعه وتستهلكيه بشكل سريع تقدري تحطيه بحراره الغرفه لاربع اشهر بس بكون كثير. طبعا نغلفه عشان ما يصير قاسي. نغلفه كثير مهم، ما ندخل هواء، ممكن باوعيه ما بتدخل هواء. أوكي. إذا حابة يطول عندك التمر ونقلل من عمل هاي الأنزيمات اللي بتساعد على نضجه، بدنا نحطه بالثلاجة، ممكن حتى بالفريزر إذا أنت من النوع اللي ما بتاكلي تمر كتير. ممكن نحطه بالفريزر برضو بأوعية مغلفة ما بتدخل هواء أو مي أو كذا، بحيث أنه نحفظه لفترة أطول كتير من 4 أشهر. وكأخصائية تغذية أنت ربا بتفضلي أنه فعلا نقضي على الأنزيمات أو ما مثلا يعني خليه برا ولا جوا الثلاجة، مين أحسن؟ هلا حسب أنت كيف بدك تحفظي. هلا الأنزيمات هي بتساعد على نضج التمور، اوكي؟ فإذا أنت بدك إياه يستوي بسرعة مثلا، اشتريتيه مش كتير ناضج، بدك إياه يستوي بسرعة، بتحطيه برا بحرارة الغرفة بالأنزيمات تقدر تشتغل بتساعد على نضجه. إذا أنت حابة تستهلكيه لفترة أطول وتحطيه بالفريزر وما بدك إياه، أو بالثلاجة وما بدك إياه ينضج بسرعة وتخليه عندك لفترة طويلة مثلا أكثر من 6 أشهر، يفضل إنه نحفظه. إذا أكثر من 6 أشهر يفضل نحطه بالثلاجة بأوعية مغلقة. ناخذ اتصال ربا. معنا نضال. نضال صباح الخير، كل عام بخير. كل عام بخير روان. وانت بخير. بدي اسال ربا، تفضل. الدين حف ومش قادر ينحف، شو سوي بحالته؟ اللي ايه؟ اللي بده ينحف نضال؟ اللي بده ينحف ومش قادر ينحف بشهر رمضان ولا بباقي الاشهر؟ لا باقي الاشهر جباله بشهر رمضان، خاصة بشهر رمضان. أوكي. هلا بعطيك نصائح سريعة أكيد نضال، خليك معنا اسمعنا من التلفزيون. هلا إحنا مخصصين حلقة السبت رح أحكي عن تخفيف الوزن خلال شهر رمضان الكريم، كيف نقدر إنه الأشخاص اللي حابين يخففوا وزنهم خلال شهر رمضان إيش يعملوا إيش يأكلوا، رح نحكي عنها بأكتر. ممتاز. تخفيف الوزن كتير سهل، كتير ناس بفكروا إيش كتير صعب، كلها الواحد ينتبه لإيش عم بيأكل وإيمتى عم بيأكل والأوقات اللي كتير مهمة. يعني قواعد احنا كتير حكينا عن تخفيف الوزن خلال دنيا دنيا، بس قواعد أساسية: الفطور كتير مهمة خلال رمضان، ركز على وجبة السحور، تعدد الوجبات، اختيار الأغذية المفيدة. مرات بحكي لك كتير تسمعي ناس انه بقول لك انا ما باكل وبنصح، لا بانتبه لأكلك بتلاقي حالك تنصح. شوكولات بار او عبوة من الشوكولاتة ممكن تعطيك 400 سعرة حرارية، بال 400 سعرة حرارية بتقدر تاخذ وجبة فطور بتشبعك وبتخليك لقدام تخليك تنحف. خضار وفواكه كتير مهمة خلال شهر رمضان الكريم لأنه فيها نسبة مي كتير كبيرة، وبرضه في الأشهر اللي بعد رمضان كتير مهمة وهي بتنحف. الناس ما بيأكل خضرة وفواكه بقولهم إنه ما رح ينحفوا، لما ندخل الخضار والفواكه رح يساعدك. أنا اللي كمان يوم مش عم بأكل غير سلطة، وأظن هذا الإشي عم بحسه عم بيأثر كمان. من أي ناحية؟ كنت دائما أتناول مثلا فواكه أو خضرة بعد الأكل غدا، هلا مش عم بتناول، فزي ما قلتي بحس فعلا بفرق. بفرق سبحان الله. حسب وإيش الوجبات اللي إحنا بناكلها، وننتبه للسعرات الحرارية طبعاً لأنه مرات أشياء صغيرة ما منتبه لها. يعني مثلاً هلا حكيت على التمر المفيد، ممكن ناس يقول لك خلص التمر المفيد أكل 20 حبة باليوم، ما هي المشكلة. لا دائماً بالاعتدال، كل شيء مفيد بس بالاعتدال بالكمية المعقولة. دائماً الاعتدال وسطية في كل شيء. شكراً لك ربا. أهلاً.